مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم اسعد الله مساكم وطابت جميع اوقاتكم بكل خير. ما زلنا متواصلين واياكم شوطا ويتلوه الاخر من ضمن هذه الانطلاقات المسائيه لسن اللقايا وعلى ارضيه ميدان الشحانيه. اذا اعلنت انطلاقه الشوط السادس عشر المخصص لسن اللقايا. الابكار وابدا بدايه مع من تحتل المركز الاول. انذار لهجن الرياسه وسلطان بن محمد الوهيبي في عمليه التضمير. من يقدم لنا انذار مع المركز الاول المركز الثاني؟ المسحبية لهجن الشحانية. البرنس احد نجوم هذا المساء الحاضر مع المركز الثاني. المركز الثالث اتابع كذلك الحضور والانطلاق في هذه الاثناء من قبل الحاضرة. وصلت توافيق لهجن الشحانية. محمد بن خالد العطية يقدم لنا توافيق مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع الجسور لهجن الرياسة وسلطان بن محمد الوهيبي. من يتابع لنا تحركات الجسور الحاضرة إلى ثالث التحديات. أما المركز الخامس فأتابع الحضور من قبل هجن زعبيل بالضبي. راشد بن محمد بن مروشد من يتابع لنا تحركات الضبي في هذه الأثناء. إذن مشاهدين الأعزاء إنما كنتم هكذا هو نداءنا الأول لهذه المؤسسات الكبرى لهذه الأسماء الكبيرة الحاضرة. وما زالت هجن الرئاسة مع مقدمة الشوط بإنذار وسلطان بن محمد الوهيبي متابعا لتحركات إنذار مع مقدمة الشوط. المركز الثاني أتابع الحضور من قبل المسحبية لهجن الشحانية. البرنس بن عقيل يتابع لنا هنا الحاضرة المسحبية مع المركز الثاني. المركز الثالث هجن الشحانية توافيق ومحمد بن خالد العطية يتابع لنا توافيق مع ثالث المراكز. المركز الرابع الجسور لهجن الرياسة وسلطان بن محمد الوهيبي. أما المركز الخامس فالحضور والانطلاق من قبل الضبي لهجن زعبيل وراشد بن محمد بن مروشد. هكذا هي هكذا هو نداءنا الاول لهذه الاسماء الحاضره ولهذه الشعارات المتواجده. تألق كبير لهجن الشحانيه باختطافها للرموز الاربعه. امسيه شحانيه تألق من قبل المضمرين العمالقه الذين ابدعوا وتألقوا في هذا المساء. اذا بدايه الشوط ما زالت الرئاسة مع مقدمة الشوط. هناك مقدمة لنا انذار واتابع في هذه اللحظات هجن الشحانية المشاقب بدأ بمشاقباته في هذه اللحظات ليدفع لنا هنا بتوافيق محمد بن خالد العطية لهجن الشحانية الحاضرة والمنطلقة مع مقدمة الشوط. المركز الثاني هي الجسور لهجن الرئاسة وسلطان بن محمد الوهيبي يتقدم بهجن الرياسة بالجسور إلى المركز الثاني. المركز الرابع المركز الثالث انذار لهجن الرياسة وسلطان بن محمد الوهيبي. وكذلك أتابع المسحبية لهجن الشحانية لمنشوط الختام من هذه الأسماء الكبيرة من هؤلاء الفطاحلة العمالقة الحاضرين في هذا المسار وفي هذا الشوط. المركز الخامس أتابع الحضور كذلك من قبل هجن زعبيل حاضرة بالضبي مع المركز الخامس. بينما الشحانية تتقدم في هذه الأثناء لتقدم لنا توافيق مع البداية. هناك حاضرة بهجن الشحانية المشاقب محمد بن خالد العطية. من يقدم لنا هجن الشحانية مع مقدمة الشوط؟ المركز الثاني في معركة ما بين الرياسة والشحانية.
المركز الثاني وتابع الجسور في هذه الأثناء لهجن الرياسة وسلطان بن محمد الوهيب المركز الثالث، وتابع هنا المسحبية لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل. هكذا هي الثلاثية، هكذا هي المعركة الحاضرة ما بين الرياسة والشحانية. المركز الرابع تحركت هجن زعبيل بالضبي وبن مروشد في المتابعة. المركز الخامس وتابع هجن أم الزبار في هذه الأثناء لتحضر هنا بالحاضرة الزبار وحمد بن محمد الجرحب متابعا لهجن أم الزبار. والرياسة تتقدم في 900 متر الأخيرة هنا مع الجسور مع مقدمة الشوط الوهيبي متابعا للجسور. توافيق لهجن الشحانية بمتابعة المشاقب. المركز الثالث المسحبية لهجن الشحانية. الرياسة قادمة بحربة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وبدأت المعركة تشتد في آخر الأمتار لمن الناموس والانتصار. توافيق لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، وكذلك الحاضرة حربة لهجن الرياسة، وكذلك وتابع الهجوم من قبل هجن الرياسة الحاضرة هنا بالحاضرة المايدية ما بين الرياسة ما بين الشحانية. الأمتار الأخيرة الأمتار الكبيرة راح وروح بالناموس المشاقب محمد بن خالد العطية. إذن هجن الشحانية مع مقدمة الشوط، المايدية لهجن الرياسة، المايدية لهجن الرياسة، وكذلك هجن الشحانية. سلام وتحية لهذه الانطلاقة الكبيرة، لهذا الأداء المثير الذي تقدم لنا توافيق في آخر الأمتار. إذا تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا على هذا الناموس الكبير والمستحق. المركز الثاني المايدية لهجن الرياسة محمد بن عتيق المهيري المركز الثالث. المركز الثالث حربة لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الرابع توجيه لهجن الشحانية وسالم بن فرال. المركز الخامس المسحبية لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل. هكذا مشاهدين الكرام تابعنا وإياكم هذا الشوط، فحضرت هجن الشحانية من تألقت في هذا المساء. إذن الشوط الأول بقبضة هجن الشحانية، وكذلك مسك الختام مع هجن الشحانية ومع المشاقب محمد بن خالد العطية من قدم لنا توافيق. التوقيت الزمني 7:33 عشرة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللمشاقب على هذا الانتصار. المركز الثاني المايدية لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون. التوقيت الزمني 7:33 34 جزءا من الثانية. أما المركز الثالث فكان من نصيب قطنا من حضرت على المركز الثالث لهجن الرياسة، وبمتابعة المركز الثالث كان من نصيب حربة لهجن الرياسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. التوقيت الزمني 7:34 54 جزءا من الثانية. مشاهدين الكرام موجز بالأسماء المتوجة بالمراكز الأولى في أشواط هذا المساء، أشواط اللقاية. شاهدنا وإياكم 16 شوطا حملت في طياتها منافسات كبيرة ومثيرة بين كر وفر. سيطرت فيها هجن الشحانية واستحوذت أشواط الذهب محكمة القبضة على رموز هذا المساء الأربعة، مسجلة السوبر هاتريك لتبقى الرموز في دارها، حيث أتت الدوحة مفرحة أهل الدوحة ومشجعين هذا الشعار الأدعم مع الشوط الأول الرئيسي المفتوح. محققة الشوط الأول بتوقيت زمني مميز لهجن الشحانية 7:15:42 مع الثانية، ومع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. كذلك
أما شوط القعدان الرئيسي وخنجر اللقاية المفتوح كان مع أشقر محققا التوقيت الأفضل لهجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران وبتوقيت زمني 7:12.28 من الثانية. أما شوط اللقاية البكار العمانيات قصايد عازفة قصائد النواميس ومحققة الشلفة لهجن الشحانية بتوقيت زمني 7:25.63 من الثانية. لم تكتفي هجن الشحانية بهذه الرموز الثلاث فحسب، بل استحوذت أيضا على شوط القعدان الرئيسي للعمانيات ومحققة الخنجر الذهبي مع عديم بتوقيت زمني 7:21.32 من الثانية. إلى هنا مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى الختام، ونلتقي بكم بمشيئة الله تعالى غدا مع منافسات الجزاء للأشواط المفتوحة ضمن انطلاقات هذا المهرجان. وتقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل لقناة الريان الفضائية ومخرجي هذا النقل الحي والمباشر محمد بن خزينة وعلي أبو شارب، ودمتم بحفظ الله ورعايته.